الجديد ديالي هو انني العام كامل وانا كنضرب العتله جيري خدام على وليداتي، دونك دابا ان شاء الله كونجي غنمشي غادي نرتاح ليا مع راساتي، وان شاء الله ملي غادي نرجع باش نحاول نكمل داك الالبوم اللي من شحال هذه فين ما كنمشي كنقب فيه غير نقيبه وكنرجع بحكم الالتزامات الشخصيه ديالي. فنان خالتي صافا باش عندي جاي يسلم هاد السيد واعر جميل. يمكن تعطينا فكره على الالبوم شنو فيه؟ الالبوم فيه اغاني بيان سور مازال ما كاملش حيت كاينين شي حوايج اللي كنت خدمتهم قبل واللي ما بقاوش عاجبيني، دونك ما نبغيش نخرجهم. وبالنسبه ليا غير باغ للامانه الناس اللي كيبقاو يسولوك على ذاك الجديد ديالك الا ما كنتيش غتخرج لهم شي جديد اللي كيحمر الوجه بلا ما تخرجوا، دونك انا ملي كنخدم شي حاجه وكدوز شي شويه الوقت وكنلقاها بحال ما بقاتش عجباني كنحيدها. هذا هو اللي خلى ان الالبوم زاد تعطل، مي ان شاء الله غنعصر عليه واحد 3 شهور وغادي ان شاء الله نكملوا باش نخرجوا حيت صافي. شي حاجه خاصه حيت فنان الراب ديما كيوصلوا ليه الميساج، يا اما كيغني شي حاجه على الحكومه، يا اما مثلا مقاطعه، يا اما شي حاجه كتهم المجتمع. هي الرابور اي حاجه قالها راه غادي تهم المجتمع، واش غتكون سياسيه اقتصاديه، هذه هنا كيبقى على حساب ربما التوجهات ديالو. انا بيرسونيلمون التوجه ديالي هو المعيش ديالي اليومي، فهمتيني؟ يعني داكشي اللي كنعيشو الواقع المعاش، استاجير كو الى شفت شي حاجه اللي ربما جراتني وقالت لي هضر على هذا، راه داكشي كيخرج لراسو، استاجير كو راه ما تنفكرش قبل. كاين بزاف ديال لي تيب دارتيست، كاين اللي واحد كيشد ورقه وستيلو كيقول هذا الموضوع غنكتب عليه وهذا غنكتب، يعني هو كيحدد بعدا النقاط عاد باش كيمشي. انا ماشي من هذاك النوع، انا كنبغي دابور لاغ بور لاغ، دونك كندخل للستوديو وكنخلي ذاك الالهام يخرج ذاك الشيء اللي خرج كيما جا مرحبا به كنخليه في السمو عليه. ما كنشوفش بان بعض الفنانين ديال الراب كيديروا مثلا في الاغاني ديالهم شي كلام خايب هاد المعنى. هذه كتبقى شنو نقول لك، كل واحد والمبادئ ديالو، كل واحد طريقه، يعني بحال اللبس. انا رشقات لي اللبس هكا، انت رشقات لك تلبسي هاد لا شوميز، هاد السيد رشقات لي يلبس هاد لا شوميز خضراء، ما غاديش نقول علاش انت لبستي هاد الشوميز ما لبستيش بحالي، ولا علاش انت ما لبستيش بحالنا، ولا علاش انا، فهمتي اش بغيت نقول لك؟ دونك كل واحد كيبقى حر على حساب ليديوكاسيون ديالو، على حساب كيفاش تربى، ربما على حساب واش مضرور بزاف، باسكو بعض المرات انت ملي غادي تكعي تقدر تخرجي شي كلمه حيت كاعيه، فهمتيني؟ وملي كتكوني مهدنه راه كتعرفي راسك اش كتقولي، دونك ربما هذاك اللي غيخرج الكلام قاصح بزاف ولا خاسر حيت واصله به حتى العظم ربما، فهمتيني؟ دونك ما نحكموش على 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 الانسان، كل واحد يدير داك الشيء على حساب، كل واحد مسؤول على راسه. دونك انا بالنسبه ليا كنحاول ما امكن نضبط راسي الطريقه باش كندير داك الراب ديالي، ولكن ما كنحكمش على الاخرين. شكون اللي كتعتبر توب 1؟ ما كاينش بالنسبه ليا، كل واحد نجح في المهمه ديالو راه محسوب مع لي توب 1، ما كاينش توب 1 واحد. اش بغيت نقول لك زعما ماشي ما كاينش توب 1، يعني ما كاينش واحد اللي غنسميه توب 1، كاينين بزاف ديال الناس اللي في واحد لو نيفو اللي كاملين انا كنسميهم توب 9 او توب 9 توب 1، واللي كيديروا داكشي ديالهم زوين، عندهم جمهور اللي عاجبو داكشي ديالهم وسدات مدام. والرأي ديالك في الفنان المسلم؟ الفنان المسلم راه هو صديق، صديق عزيز عليا بزاف، و او ميم طون شي واحد الانسان اللي عطى للساحه الفنيه الموسيقيه ديال الراب بزاف، واللي بيان سور كنحترمو. واش تقدر دير معاه فيديو؟ لا بيان سور حيت ملي كنمشي لطنجه ولا هو ملي كيجي لكازا وكنتلاقاو وكنجلسو وكنضحكو، الا جلستي دابا غنجلس انا وياك الا ما عرفتش مزيان هاد القضيه ولا لا، الا جلستي مع بنادم وبقيتي كتفاهمتو لارتيستيك كيجي لراسو. دونك انا بما انني ما عنديش مشكل معاه شخصيا وكندوزو اوقات زوينه وداك الشيء، دونك لارتيستيك باغ ديفو غيجي لراسو، دونك غيكون ان شاء الله في الالبوم بالعربيه تعرفت.